ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. ما يزال التفاعل مع الهزيمة القاسية للمنتخب المغربي ضد نظيره الأمريكي جاريا، سواء من طرف مواطنين مغاربة أو أمريكيين. وفي هذا الصدد انتشر مقطع فيديو قصير على تطبيق التيك توك لشابة أمريكية وهي تسخر من صديقها المغربي بعد هزيمة أسود الأطلس يوم الخميس الماضي. الطريف في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع هو إتقان المواطنة الأمريكية للهجة المغربية، حيث ظهرت وهي تتحدث بها بطريقة سليمة أثارت إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. وجدير بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي كان قد انهزم أمام مضيفه الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أهداف لصفر في المباراة الودية التي جمعت بينهما بحر الأسبوع المنصرم. أيوا أيوب، كيف الماتش مبارح؟ عاوتاني فيديو. سقط لكم ياك؟ شحال كانوا في الأخر؟ 3-0. ناقصين أبتو ناقصين. مدرب أيام مرق أيوب خسرشو. ماشي يا خسرنا، المهم ربحنا خسرتو. هادشي اللي كاين اصلا غير بيناتنا. يا بيناتنا والحمد لله، يا بيناتنا قول الحمد لله، ماشي كوب دو موند هذا ياك. المهم يعني ماشي انا اللي كنت لاعب، ماشي شغلي انا.